السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام والمسيحية، الجزء الأول. العلاقة بين الإسلام والمسيحية معقدة على مر القرون، وقد سادت ألفة وتبادل إنساني وحضاري في أحيان، ومنازعات وعداوات كثيرة في أحيان أخرى بين المسيحيين والمسلمين. كان المسيحيون أول من حمى بعض المسلمين الأوائل في هجرتهم الأولى إلى الحبشة هربا من بطش قريش، فحماهم النجاشي ملك الحبشة ونصرهم ولبثوا عنده 7 سنين. وعندما مات النجاشي قام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بأداء صلاة الغائب عليه في المدينة وفقا للشريعة الإسلامية. المسيحيين هم أقرب الناس مودة للمسلمين، وعزى القرآن ذلك إلى تعبدهم عدم استكبارهم، حيث ورد في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصادقين. ومع ذلك ورد في القرآن أن بعضا منهم متعصبون لدينه وكارهون للمسلمين، كما ورد في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. ويبيح الإسلام للمسلمين مصادقة النصارى ويفرض التعامل الحسن معهم وفقا للآية 82 من سورة المائدة، ولكنه يمنعهم من اتخاذهم أولياء أي ولاة بشر من دون الله، وذلك وفقا للآية 51 من سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والتي استنبط منها العلماء المسلمون قاعدة الولاء والبراء. وجهة النظر الإسلامية: يكفل القرآن الحرية الدينية، بمعنى أنه لا يجبر أحدا على الدخول في الدين إلا أنه يحذر من عقاب في الآخرة لمن لم يؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. سورة الكهف الآية 29. أما ورد في سورة الفتح في الآية 13 بسم الله الرحمن الرحيم: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن اعتدنا للكافرين سعيرا، كما أنه يقيم نظاما خاصا لمعاملة اليهود والمسيحيين ويدعوهم أهل الكتاب
وبحسب بعض المفكرين المعاصرين فإن أهل الكتاب يرثون الجنة، بينما أجمع المسلمون كافة في العصور الماضية على أن من سمع بالنبي محمد ومن لم يؤمن به فهو كافر خالد في النار. كما يميز القرآن بشكل خاص المسيحيين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فيعتبرهم الأقرب مودة للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا أي المسلمين اليهود والذين أشركوا. الذين أشركوا المقصود هنا هم قريش والقبائل العربية قبيل الإسلام. فلتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نصارى هنا تعني المسيحيين، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. آية 82 من سورة المائدة. كذلك يذكر القرآن مميزاتهم من الرحمة والرأفة وأنهم مترفعون عن الذين كفروا ويحض على مساعدتهم وتناول الطعام معهم وأباح الزواج من نسائهم، بمعنى علاقات اجتماعية طبيعية كاملة. أما فيما يخص الجانب الديني يطالب القرآن بالنقاش السلمي استنادا إلى كون إله الإسلام والمسيحية واحدا، ويسميه النصارى أي أنصار المسيح، بيد أنه يسمى قسما منهم بالكافرين، ويدعوهم إلى عدم المغالاة في الدين، ودعا المسلمين لعدم اتخاذ هؤلاء الكافرين أصدقاء. ومنها استنبط علماء الشريعة المسلمون قاعدة الولاء والبراء. ويرى بعض الراديكاليين المسلمين بأن آيات القتال في القرآن تشير إلى المسيحيين، بيد أن هذه الآيات تشير إلى قبيلة قريش قبل إسلامها بشكل واضح. وتوجد بعض الآيات التي تشير إلى قسوة في التعامل مع المسيحيين، لكنها عموما مرتبطة بكون المسلمين الطرف المعتدى عليه. فبشكل عام يرفض القرآن الاعتداء عليهم ويدعو للدخول في السلم معهم. وجهة نظر المسيحية. المسيحية ترفض أي وحي تالي مناقض أو متمم لما أعلنه المسيح، فإن الله لا يتراجع أبدا عن هباته ودعواته. غالبية المجموعات المسيحية تقبل وحي خاص بعد المسيح، يكون غير ملزم بشكل عام ومثبتا لما أعلنه المسيح خلال القرون الوسطى المبكرة والمتأخرة. كانت الصورة الطاغية للعلاقات الإسلامية المسيحية هي علاقات حروب عسكرية، وهو ما نجم عنه أن تكون حصيلة الأدب الأوروبي والفهم المسيحي عامة تجاه الإسلام، مشوهة بدرجة كبيرة وعدائية، لا سيما التخوف الذي جسده التهديد العثماني لأوروبا. بكل الأحوال فإن الكنيسة كسلطة رسمية لم تصدر أي وثيقة رسمية بخصوص الإسلام حتى سنة 1965 حين أعلنت وثيقة في عصرنا ما يلي. وتنظر الكنيسة بعين الاعتبار أيضا إلى المسلمين الذين يعبدون معنى الإله الواحد الحي القيوم الرحيم، ضابطا لكل خالق السماء والأرض المكلم البشر، ويجتهدون في أن يخضعوا بكلياتهم لأوامر الله الخفية كما يخضع له إبراهيم الذي يسند إليه بطيبة خاطر الإيمان الإسلامي. وهم يجلون يسوع كنبي ويكرمون مريم أمه العذراء كما أنهم يدعونها أحيانا بالتقوى.
علاوة على ذلك أنهم ينتظرون يوم الدين عندما يثيب الله كل البشر القائمين من الموت، ويعتبرون أيضا الحياة الأخلاقية ويؤدون العبادة لله لا سيما بالصلاة والزكاة والصوم. وإذا كانت قد نشأت على مر القرون نزاعات وعداوات كثيرة بين المسيحيين والمسلمين، فالمجمع المقدس يحض الجميع على أن يتناسوا الماضي وينصرفوا بالخلاص إلى التفاهم المتبادل، ويصوموا ويعززوا معا العدالة الاجتماعية والخيور الأخلاقية والسلام والحرية لفائدة جميع الناس. عهد الأمان أو ميثاق النبي محمد لدير سانت كاترين في سيناء يعتقد أن أثر اليد يعود للنبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم شخصيا. إلى لقاء آخر إن شاء الله.